هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أعاد علينا هذا اللقاء، نرجوه سبحانه وتعالى أن يعيده علينا مرات ومرات في الدنيا ومرات ومرات في الآخرة عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في أعلى جنان الخلد. ثم أقول وبالله التوفيق، مرحبا بكم في برنامجكم رمضان كريم. رأينا كيف أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لنا: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رأينا نماذج من مخالقته صلى الله عليه وسلم للناس بأحسن الأخلاق، ورأينا كيف يجب على المسلم المؤمن أن يخالق ويعاشر أقرب الناس إليه، والديه، بالأخلاق الحسنة، ورأينا كيف يجب أن يخالق الزوج زوجته والزوجة زوجها. ثم لابد بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون من هذا الزواج أولاد، ذرية، والذرية كما هو معلوم من أعظم وأكبر نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كيف تكون مخالقة الإنسان لأولاده بالأخلاق الحسنة؟ أول شيء يجب على الإنسان أن يحسن اختيار زوجته، كما رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. من أول ليلة في علاقتك بزوجتك بعد حسن اختيارها، يدخل معك الشرع العزيز، يدخل معك الإسلام الكبير إلى بيت الزوجية، حيث يطلب منك أيها المسلم أن تبدأ علاقتك بزوجتك بأن تصلي بها ركعتين، مش تشرب كاسين وتشطح شطحتين. يشرب كاسين قال شنو؟ قال باش ندخل متشجع. تدخل الحرب، انت داخل
باش تقيم علاقة زوجية وما أدراك، صلي بها ركعتين واختار، اختار الآيات اللي مش تقراها في الركعتين هذه، وما تقولش لزوجتك وهي في أول ليلة من زواجها وتتمنى على ربي باش تطول هذه المودة والرحمة، تتلفت لها انت وتقول لها صلي صلاة مودع. ايش الحديث انت كيف تحبني نصلي صلاة مودع؟ الوهوى اخذني اصلا، لماذا تزوجتني وانت تريدني ان اصلي صلاة مودع؟ ثم اختر الايات التي ستقرأها في هاتين الركعتين، اختار، ما تعملش كي الشخص اللي يصلي بمرته ليلة الدخلة متاعه يصلي بعد الفاتحة والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. باهي في الركعة الأولى غلط، في الركعة الثانية شعمل شقراء الطلاق مرتان. سبحان الله العظيم، ما عرضتك حتى آية، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم بعد ذلك نرى أن الإسلام يدخل معنا حتى في أدق العلاقات بين الزوج والزوجة في الجماع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يجامع زوجته فليقل: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. عندما يخرج هذا الجنين إلى الحياة، أول حاجة من السنة، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نؤذن للوليد في أذنه اليمنى ونقيم الصلاة في الأذن اليسرى. لماذا؟ حتى تكون كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة الله أكبر، هي أول كلمة تدخل في أذن هذا الوليد، فيكون بإذن الله سبحانه وتعالى من الذرية الصالحة. وإلى فاصل قصير ونعود بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ليس له مثيل. إذا ولد المولود فترقب حتى يكون عمره أسبوع وسمه واختر هذا الاسم، ثم اذبح عنه شاة بالنسبة للأنثى وشاتين بالنسبة للذكر، وهو ما يسمى بالعقيقة، ويحلق شعر الصغير ويوزن ويتصدق بوزنه ذهبا. هذا كله للتبرك وكله امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عليك أن تبدأ من تربية ولدك من هذا اليوم، من هذه الفترة. قال الإمام علي كرم الله وجهه: لاعب ابنك 7 وعلمه 7 وصاحبه 7 ثم اترك حبله على غاربه. يعني سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قسم عمر الفترة الأولى من عمري هذا
الشخص إلى ثلاثة مراحل، كل مرحلة فيها 7 سنوات، من اليوم الأول إلى 7 سنوات عليك أن تلاعب ابنك، أن تلعب معه. واللعب أيها الإخوة الكرام، أيها المشاهدون الكرام، اللعب فطرة في كل المخلوقات حتى في الحيوانات. انظر إلى القطة وإلى الكلاب وإلى الأسود وإلى غيرها من الحيوانات وإلى الخرفان، كلها تلعب، لأن اللعب أمر ضروري في حياة الإنسان. وعلى الإنسان الذي هو أكرم مخلوقات الله أن يلاعب ولده. وليس هناك من الرجال أشرف وأعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شوهد وهو يمشي على يديه ورجليه، والحسن معلق عن يمينه، والحسين معلق عن يساره، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: نعم الجمل جملكما ونعم العدلين أنتما. يعني مل جميل على نفسه، على الرسول صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، اعتبر نفسه جملا، واعتبر سبطيه الحسن والحسين عدلين، يعني زوج الزنابل. هو يقول لهم: نعم الجمل جملكما، وحقيقة نعم الجمل صلى الله عليه وسلم، ونعم العدلين أنتما. شهد كم من مرة وهو يخرج لسانه مداعبة لولده الحسن أو الحسين، بل إنه صلى الله عليه وسلم بينما كان يصلي بالصحابة رضي الله عنهم في أشرف موضع في الصلاة وهو السجود، فأطال السجود على غير عادته، فحتى أن الصحابة خافوا وظنوا أنه قد أصيب صلى الله عليه وسلم بمكروه. فعندما انقضت الصلاة سألوه: لماذا أطلت السجود على غير عادتك يا رسول الله؟ فقال: لقد ارتحلني ابني، ارتحلني جعلني راحلة، يعني دابة، ولده، يعني ولد بنته سيدنا الحسن والحسين، خرج من البيت يقى جد ساجد فركب فوق ظهره، ارتحلني ابني فكرهت أن أقطع عنه لعبه حتى خذ غرضه. هو هبط سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر. نعمل هكا احنا ولا ما نعملوش؟ ولا كيفاش احنا نصلي ويجي ولدنا قدامنا، ولا يجي يطلع فوق منا، أول ما ننادي على أمه ونعمل لها شنعة هي بيدها وهو نضربه ونعيط عليه؟ أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. باش ناخذ الجزء الثاني من كلام سيدنا علي بن أبي طالب: وعلمه سبعا، من العام 7 سنين لعب معاه، غذيه، ومن 7 سنين لل14 علمه. والطفل في هذه الفترة مثله كمثل آلة التسجيل، يسجل كل ما يسمعه من أمه وأبيه، لأنهما قدوته في الحياة، اللي يقولهما هكا هو الصحيح. علمه سمعا، اغتنم هالفرصة هذه، اللي ولدك ولا بنتك مستحضرة للتعلم فعلمه. هيك على السيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يعني ولدك كيف يولي يوصل عمره 7 سنين، يعني كيف يقفل 6 سنين وانت علمه الصلاة وكريه باش يصلي، وكيف يوصل 10 سنين وما حبش يصلي اضربه ضرب غير مبرح وغلظ عليه القول حتى
تصبغ الصلاة في قلبه. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عنها أو عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ما ترقدهمش فرد فرش. حتى الإنسان الذي لا يملك القدرة على توفير فراش لكل ولد من أولاده أقل ما يمكن يوفر لهم غطاء مستقل. قالوا حتى الإناث يا رسول الله، حتى الإناث الفرق بينهم في المضاجع. قال حتى الإناث صلى الله عليه وسلم، وهذا منتهى المعرفة ومنتهى الحصافة منه صلى الله عليه وسلم ومنتهى معرفة العلاقات الإنسانية. لأن في أن يرقد الصبيان في نفس الفراش وفي نفس الغطاء فإن ذلك خطر على الصحة وعلى الأخلاق أيضا. ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع، وصاحبه سبعا من 14 21 صاحبه، ردوا خوك، ردوا صديقك، عاملوا معاملة الصديق لصديقه. احنا نقولوا بالدارجة، اذا ولا صباطك قد صباطه بريك من خلاطه. غلط غلط. كيف يولي صباطك قد صباطه احرص على خلاطه وخليه صديقك حتى يتعلم منك ولا يذهب الى امثاله من المراهقين فيعلمونه اشياء قد تضر، مش قد تضره ولا شك، لانهم قليلي التجربة. بعد هالثلاث تلقيحات، لاعبه سبعا وعلمه سبعا وصاحبه سبعا، ثم اترك حبله على غاربه. يعني مكنش تخاف عليه لانك اديت واجبك نحوه. سبع سنين لعب، سبع سنين تعليم، سبع سنين مصاحبة، ثم اترك حبله على غاربه. وان شرق وغرب فلا بد ان يعود الى الاصل باذن الله سبحانه وتعالى. والى لقاء اخر باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال.